أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة إلى السعودية. وعبر عبد المهدي عن شكره وتقديره لاهتمام القيادة السعودية بتطوير العلاقات مع العراق، وذلك خلال استقباله وزير التجارة والاستثمار السعودي والوفد المرافق له، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية.